عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى إن شاء الله تكونوا كاملين بخير. اليوم جبنا لكم فيديو جديد. هذا الفيديو هذا يعني مغاير على الفيديوهات اللي دازت من قبل في القناة. هذا الفيديو هذا كونوا متأكدين إن شاء الله غادي تخرجوا فاهمين 100%. يعني الفيديوهات اللي كانت من قبل كتوصل يعني كتاخذ منه واحد نسبة 80%. إما هذا الفيديو هذا يعني داكشي اللي كاين فيه غتحتاجه كما هو في ديداكتيك اللغة الفرنسية. إذا انت او انت يعني بغيتي تجاوب مزيان في ديداكتيك اللغه الفرنسيه، لاغلب المترشحين عندهم هذا العائق هذا وعندهم هذا المشكل ديال ديداكتيك اللغه الفرنسيه، ما كيعرفوش يتعاملوا معاه او ما عندوش مع الفرنسيه بزاف. هذا الفيديو هذا غيساعدك في ديداكتيك اللغه الفرنسيه. كون متاكد جميع هذه الاسئله اللي كاينين في هذا الفيديو هذا غادي تلقاهم كما هما في الامتحان الكتابي، سواء في لا ليكتور او في الغرامير او في الكونجيزون او في لوكتوغراف. يعني جميع بالنسبه للقواعد بالنسبه للقراءه راه كلهم كاينين جميع الاسئله اللي غتحتاجو وجميع الاسئله اللي غادي يكونوا في الامتحان. اذا هما والاجوبه ديالو، انت ما عليك او انت ما عليك الا يعني تتبع الفيديو حتى الاخر ديالو وتعقل على دي كيستيون والجواب ديالو، سواء تعقل عليهم سواء تنقلهم في ورقه واحفظهم. وكنوعدك راه نفس الاسئله غادي تلقاهم في الامتحان الكتابي. هذا كنعتبره انا ماشي فيديو عادي، كنعتبره كتسريبات للاسئله الامتحان الكتابي. كنوعدكم هاد الاسئله هادو لا ميم شوز، وغادي نعطيكم اكزامبل ديال الامتحان السابق. يعني علاش كيركزوا ورا، خلو الفيديو دابا، حبس الفيديو عندك وسير قلب في النماذج السابقه، غتلقى نفس الاسئله كيتعاودوا. يعني هادشي اللي غنعمل معكم راه هو فرصه ليك باش تطور راسك في ديداكتيك اللغه الفرنسيه، وما حد باقي الوقت. يعني ضبط ديداكتيك راه هو مهم بزاف. اذا باش نبداو ديداكتيك اللغه الفرنسيه، ما عليكم الا تتبعوا الفيديو حتى الاخر ديالو ان شاء الله، وما فيها باس تعمل اشتراك يعني في القناه، تفعل زر الجرس وتبارطاجي الفيديو مع صحابك باش تعم فائده ان شاء الله للجميع. اذا نبداو على بركه الله. يعني قبل ما نبدا معكم في دي كيستيون، غادي نمشي معكم يعني نشرح لكم شنو هما نوع الاسئله اللي غادي نخدم معكم هنايا. نعطيكم يعني انطلاقا من امتحان سابق، يعني جميع الامتحانات فيهم هذه الاسئله، غير انا مشيت لكم لهذا الامتحان هذا هو اللي لقيته موجود دابا. يعني بحال دابا هذا الامتحان هذا كما كتشوفوا، يعني هنا هذا هو الشق البيداغوجي ديال اللغه الفرنسيه. كما كتشوفوا بروميير كيستيون قال لك ديفيني او موا دو زوبجيكتيف دو برونتيساج، يعني قال لك اعطيني على الاقل جوج الاهداف دو برونتيساج. اللي هنايا هاد بارتي ديال الديداكتيك راه متعلقه بلا ليكتور، وكنظن انا واحد 90% حتى 95% هاد السنه ان شاء الله غتكون لا ليكتور، حيت ديجا كانت غرامير ولا ليكتور ما تحطش شي دوزون ولا تروازون. يعني كنظن هاد السنه ركزوا معايا على لا ليكتور. تربيا بحال دابا دوزيام كيسيون قال لك مونسيوني لا ديغي دو اي لو نومبر دو سيونس، يعني كيفاش غتعطي التوقيت يعني الوقت وعدد يعني الحصه، ديك الحصه شحال الوقت ديالها والعدد ديالها. هنا غادي نعرفوا هاد الكيسيون من بعد. هنا كيسيون الثالث قال لك انديكي لو ماتيريال ديداكتيك ا ايتيليزي، يعني الوسائل التعليميه اللي استعملتي في داك النص. يعني الوسائل التعليميه يعني كل درس وكتستعمل فيه وسائل تعليميه اللي كتخدم بهم في داك الدرس. طريبيا السؤال المهم هذا السؤال الرابع كتلقاه يعني سواء في لا ليكتور سواء في الغرامير سواء في الكونجيزون، كيقول لك سيتي لي زيتاب ميثودولوجيك ا سويفر اون بريسيزون بور شاك ديل لو رول، كيقول لك عطيني الدور ديال لونسيون ديال المدرس اي لي طاش دو زيليف، يعني ديال المتعلمين. يعني كيقول لك هنا عطيني المراحل، مراحل تعلميه، وعطيني الدور ديال دوك المراحل ديال المدرس وديال المتعلم فيهم. هنا كما كتشوفوا 8 نقاط، يعني 8 نقاط راه ماشي ساهلين، راه تجاوب غير على هذا السؤال هذا 8 نقاط، وتجاوب على هاد لي زوبجيكتيف هي 3 بوان، يعني تقريبا هانت جمعتي يعني 11 بوان. السؤال او يعني بروبوزي اون اكتيفيتي دو برولونجمون ابروبريتي، يعني هادشي كامل غنشوفو ان شاء الله. وهاد السؤال اللي هو مهم بزاف حتى هو عليه 3 بوا، كيقول لك ايدونتيفي 3 تيب دو ديفيكولتي، يعني الصعوبات ديال القراءة.
يعني صعوبة القراءة. راه أنا جبت لكم في هذا الفيديو كاينين صعوبات القراءة يعني لا ليكتور، وكاينين حتى الصعوبات ديال الغرامير كونجيغيزو والأورتوغراف، يعني جميع الصعوبات الممكنة راه عندي لكم هنايا في الفيديو جميع الصعوبات وكيفاش تتعاملوا معهم، وهنايا كيفاش تتعامل مع الصعوبات وكيفاش تعالج الصعوبات. اذا هذا الفيديو انا كنعتبره راه تسريب لاسئله امتحان التعليم ان شاء الله هذه السنه، راه كاين في اخر السنه يعني لا فان شهر 11 ان شاء الله او بدايه شهر 12 غادي يكون امتحان. اذا تبعوا معايا الفيديو حتى الاخر ديالو باش تحاولوا تفهموا ديداكتيك اللغه الفرنسيه. اول حاجه ديداكتيك في اللغه الفرنسيه كترتبط ما بين ثلاثة يعني العوامل اللي هما أساسية، كاين لونسيون كاين المدرس وكاين لوسون يعني كونيسونس المعرفة، يعني هاد الشي كله موجه إلى هاد التلاميذ اللي هما لي زيليف طريبيا. أول حاجة هدرت لكم عليها هي لي زوبجيكتيف دو برونتيساج، يعني هاد لي زوبجيكتيف هادو كيقول لك يعني اذكر ليا او موان دو زوبجيكتيف، يعني انت كي خاصك تكون عارف على الاقل جوج الاهداف. انا هنايا عطيتكم ثلاثه الاهداف طريبيا، هذا خاص بمكون القراءه يعني لا ليكتور، يعني هنا اول هدف يعني احفظ هادشي خاصك تحفظه انت او انت غديروا ليهم غير كوبي كولي صافي وتحطوه في الورقه ديال الامتحان. اول هدف ليغ لو تيكس دو مانيير اكسبروسيف، يعني قراءه النص بطريقه معبره سليمه نموذجيه، هذا بروميير اوبجيكتيف. دوزيام اوبجيكتيف اميليوري لا ليكتور يعني تحسين القراءه طريبيا. تروازيام اوبجيكتيف كومبرونسيون دو تيكس يعني فهم النص، هادو تروازي اوبجيكتيف عقل عليهم بزاف وغادي تلقاهم ان شاء الله وغديرهم كوبي كولي في لا ليكتور، عقلو في لا ليكتور هادو طري بيان. غندوزو دابا المكون ديال القواعد، يعني لا كونجيغيزون الغرامير لورتوغراف ليكسيك اكسيتيرا. هاد القواعد هادو بربعه، يعني كيفاش تحدد لي زوبجيكتيف ديالهم، يعني انت او انت كيخصك اول حاجه تعمل عقل على هاد اربع عوارض هادو، يعني اول حاجه فاش يكون عندك شي مكون من هاد المكونات الاربع نعطو اكزومبل مثلا كيما تحط ديك السنه ديك غرامير عطوك الدرس ديال سي او دي اي سي او اي لو كومبليمون دوبجي ديريكت اي لو كومبليمون دوبجي انديريكت في ديداكتيك. اول هدف غتعمل هو ايدونتيفي، كتعمل ايدونتيفي وكتزيد داك عنوان الدرس اللي عطاوك هما، بحال دابا سي او دي اي سي او اي كتقول لهم ايدونتيفي لو سي او دي اي سي او اي طري بيان، هذا بروميير اوبجيكتيف. دوزيام اوبجيكتيف ديكوفري، هنا كتعمل ديكوفري يعني معرفه ديكوفري يعني، وكتزيد عنوان الدرس اللي عطوك في ديداكتيك مثلا سي او دي اي سي او اي كتقول لي ديكوفري سي او دي اي سي او اي طري بيان، هذا دوزيام اوبجيكتيف. تروازيام اوبجيكتيف كريي دي تيكس فراز سولون لا ريغل، سولون لا ريغل وكتبد عنوان الدرس مثلا سولون لا ريغل سي او دي اي سي او اي طري بيان. كاتريام اوبجيكتيف كتعمل يعني افكتي لي فيرمون سولون لا ريغل، افكتي لي فيرمون سولون لا ريغل سولون لا ريغل كتبع عنوان الدرس مثلا لا ريغل سي او دي اي سي او اي، يعني هنايا اجراء تحويلات وفقا للقاعده يعني كدير سي او دي اي سي او اي طري بيان. نتمنى تكونوا يعني فهمتوا لي زوبجيكتيف، راه عليهم 3 بوا وبعض المرات كتكون 4 بوا، اذا بلا ما تضيع هاد 3 بوا ولا 4 بوا من خلال معرفة هاد الجمل هادو يعني هاد الأهداف هادو، حاول تنقلهم في ورقة عندك واحفظهم أو عقل عليهم بالطريقة ديالك باش إن شاء الله تكون نهار امتحان متميز طريبيا. دابا غادي نشوفو يعني الكيستيون اللي قلت لكم ديال لي زيتاب اللي كيكونوا ليهم 8 نقاط، يعني 8 نقاط من خلال هاد الطابلو فقط. إذا هاد الطابلو غادي تحفظو، حفظ هاد الطابلو وكون متاكد راه غدير لي كوبي كولي ما غادي تغير فيه والو بالنسبه لا ليكتور، يعني غنعطيكم مازال بالنسبه للقواعد هنايا خاص بلا ليكتور
قال لك عطيني لي زيتاب، راه قريت لكم داك السؤال في الديداكتيك، قال لك عطيني لي زيتاب اللي كاينين وعطيني لي زاكتيفيتي ديال المدرس ولي زاكتيفيتي ديال المتعلمين ونوع العمل، كيفاش العمل، واش فردي ولا جماعي بالنسبة للمتعلمين. طري بيان، اول حاجة كما كتعرفوا يعني لي زيتاب كاين دو سيونس، كاين دو سيونس. بروميير سيونس كتكون فيها لوبسيرفاسيون ديكوفيرت يعني الملاحظة، ودوزيام دوزيام ايتاب كتكون لا ريفليكسيون كومبرونسيون يعني التفكير والفهم، ودوزيام سيونس كتكون لابليكاسيون ليتاب ابليكاسيون يعني التطبيق، وكتكون يعني دوزيام ايتاب يعني ايفالياسيون اي كونسوليداسيون يعني التقويم والاختبار او الاختبار والتقويم. طري بيان، هادو يعني لي زيتاب خاصكم تعقلوا على هاد لي زيتاب، راه مهمين بزاف سوا في لا ليكتور سوا في القواعد. اذا هنايا هاد لي زاكتيفيتي هادو يعني خاصين بلا ليكتور، اذا لاكتيفيتي دو لونسيون يعني خاصين يعني انشطه المدرس، انشطه المدرس اول نشاط كيقوم به يعني اموني لي زيليف ايدونتيفي لو في دو لونغ دوبجي دو تود يعني يعني هنايا قال لك استدراج المتعلمين لمعرفه واستكشاف موضوع الدرس. طري بيان، اموني لي زيليف ا ايدونتيفي لو في دو لونغ دوبجي دو تود. طري بيان، هذا انشطه المدرس. نشوفوا انشطه المتعلم اكتيفيتي دو ليليف، اول نشاط يعني اوبسيرف لو سيبور يعني الملاحظه، يعني ملاحظه المتعلمين بشكل هنا تراباي كوليكتيف يعني يعني عمل جماعي. طري بيان، دوزيام اكتيفيتي هي ريبوند او كيستيون يعني ريبوند او كيستيون يعني يعني جواب على الاسئله اللي كيقول المدرس. طري بيان، وهنايا كتكون انديفيديويل يعني كتكون شكل فردي. طري بيان، غادي نشوفو دابا ليطاب ريفليكسيون كومبرونسيون يعني التفكير والفهم، يعني لي زاكتيفيتي دو لونسيون يعني خاصين بالمدرس يعني اموني لي زيليف à réfléchir sur l'emploi du fait de langue d'objet d'étude. Très bien. Yani, tani activité, amener les élèves à construire la règle qui correspond au fait de langue étudié. Yani, استدراج المتعلمين للتفكير في موضوع الدراسة وبناء قاعدة الدرس. Très bien. نشوفو اكتيفيتي ديال المتعلم. المتعلم في هذه الحاله كيدير لا شيرش يعني شيرشي غوليف ايدونتيفي يعني كيبحث كيستخرج كيعرف يعني ايدونتيفي اون ريغل دو لوسون يعني كيعرف يعني قواعد الدرس. طري بيان، وشكل العمل هنا كيكون لو ترافاي كوليكتيف يعني شكل هنا جماعي ثم انفيديو ثم شكل فردي. طري بيان، نشوفو دوزيام سيونس يعني بروميير ايتاب في دوزيام سيونس اللي هي ابليكاسيون يعني التطبيق، يعني لاكتيفيتي دو لونسينو يعني ديال انشطه المدرس. هنا نجد اموني لي زيليف ا ابليكي لا ريغل كونستروي ا سيكزيرسي يعني استدراج المتعلمين او اخذهم لتطبيق القاعده من خلال التمارين. طري بيان، هذا يعني خاص بالمدرس. ثم نشوفوا الاكتيفيتي دو ليليف يعني رياليزي لي زيكزيرسيس كوريكسيون دي زيكزيرسيس. طري بيان، هذا ما يقوم به المتعلمين يعني كيحاول الى يشوف التمارين ويحاول يجاوب على التمارين. شكل العمل دائما كيكون شكل جماعي ثم فردي. طري بيان، نشوفو كاتريام ايتاب يعني كاتريام يعني نشوفو دوزيام سيونس يعني دوزيام ايتاب في دوزيام سيونس يعني ايفالياسيون اي كونسوليداسيون يعني الاختبار والتقويم، يعني ايفالياسيون هي التقويم، كونسوليداسيون هي الاختبار. طري بيان، نشوفو لي زاكتيفيتي دو لونسيون يعني انشطه المدرس. هنا نجدو ايفالي دو لو دوغري دو ميتريز des objectifs de l'activité. Amener les élèves à consolider leur acquis. يعني أخذ المتعلمين لتعزيز إنجازاتهم.
ثم تقييم درجة تمكن المتعلمين من الدرس من خلال الأنشطة. وهنا les activités de relève les participent à la correction collective. ثم corrige ses erreurs. Très bien. La modalité, يعني شكل العمل كي تكون le travail collectif individuel. Très bien. يعني نتمنى يكون الطابلو واضح وكيبان لكم، وحتى الى ما كانش كيبان لكم ان شاء الله راه النيميرو ديالي كاينه في لاباج فيسبوك ديالي استاذ سعيد بالمدن، واللي بغى ديك الساعه البي دي اف مرحبا نسردو ليه. لي زيتاب هنا يعني هنايا في هذه المرحله هذه شفنا لي زيتاب وشفنا لي زاكتيفيتي، شفنا انشطه مدرس وشفنا انشطه متعلم وشكل العمل. دابا غادي نشوفوا يعني نفس لي زيتاب هما نفسهم بربعه، ولكن غادي نشوفوا لي زوبجيكتيف، غنشوفوا لي زوبجيكتيف ديالهم. طري بيان، شنو هو الهدف من كل مرحله من هاد المراحل الاربع؟ يعني نشوفوا اول مرحله، اول ايطاب اللي هي اوبسيرفاسيون ديكوفيرت، يعني الملاحظه. يعني لوبجيكتيف من هاد الايطاب هادي اموني لي زيليف ا ايدونتيفي لو في دو لونغ لوبجي ديتود. طري بيان، يعني استدراج المتعلمين لمعرفه واستكشاف موضوع الدرس. طري بيان، دوزيام ايطاب يعني ريفليكسيون كومبرونسيون، يعني التفكير والفهم. هنا يعني من الاهداف ديال هاد الايطاب هادي، يعني اموني لي زيليف ا ريفليشير سور لومبلوا دو في دو لونغ d'objet d'étude. Très bien. Deuxième objectif, amener les élèves à construire la règle qui correspond au fait de langue étudiée. Très bien. يعني استدراج المتعلمين للتفكير في موضوع الدراسة وبناء قاعدة الدرس. Très bien. ثم troisième étape, يعني application, يعني التطبيق، يعني كدير تطبيق بالنسبة دوك المراحل. هنا لوبجيكتيف من هذه المرحله هذه اموني لي زيليف ا ابليكي لا ريغل كونستروي، يعني اسيكزيرسي، يعني استدراج المتعلمين او اخذهم لتطبيق القاعده من خلال تمارين منجزه. طري بيان، نشوفوا يعني ديغنيير ايتاب اللي هي ايفالياسيون اي كونسوليداسيون، يعني التقويم والاختبار. هنا من بين لي زوبجيكتيف في هذه المرحله هذه évaluer يعني تقييم le degré de maîtrise des objectifs de l'activité. ثم يعني deuxième objectif amener les élèves à consolider leur accueil، يعني أخذ المتعلمين لتعزيز إنجازاتهم. ثم تقييم درجة تمكن المتعلمين من الدرس من خلال أنشطة المتبعة من طرف المدرس. نتمنى ان شاء الله تكونوا يعني فهمتوا هاد لي زيتاب، هادو راه مهمين بزاف كما كتعرفوا، عليهم بزاف النقط. دابا غادي نشوفوا واحد النموذج، يعني واحد النموذج ديال لا ليكتور، يعني ديال جداد لا ليكتور، يعني كما شفنا قبيله نيت، يعني غير حاولوا. دابا درناه على شكل جداده، يعني غير كيفاش تعرفوا تسطروا جداده في اللغه الفرنسيه. اول حاجه كنديروا اكتيفيتي، يعني اكتيفيتي المكون، شنو هو المكون؟ واش ليكتور، واش غرامير، واش كذا واش كذا. ثم لوبجي يعني الموضوع ديال داك الدرس ديال داك المكون. ثم لوبجيكتيف يعني ضروري من لي زوبجيكتيف في الجداده، يعني كتكتبوا لي زوبجيكتيف يعني الاهداف يعني المتوخات من داك الدرس. ثم كما قلت لكم لي ماتيريال ديداكتيك او لي سيبور ديداكتيك، يعني الوسائل التعليميه او المعينات او الادوات الديداكتيكيه. طري بيان، ثم لا ديغي، يعني كما قلت لكم المده ضروري تعرفوا كل مكون والمده ديالو. هذا الشيء كامل ان شاء الله غنشرحه لكم من بعد في فيديو خاص، يعني سميتو يعني سيونس، كيفاش تحدد لا سيونس واش ان ولا دو ولا تروا، كيفاش دير لا ديغي، يعني كيفاش تحدد المدة الزمنية ديك ديال سيونس ان ولا دو، يعني النيفو واش من مستوى، واش مستوى الخامس السادس الرابع هكذا. طري بيان،
دابا كما قلت لكم ديجا ها هي بروميير سيونس دوزيام سيونس لي زيتاب نفس لي زيتاب يعني غير هنايا اللي هي لوبسيرفاسيون ديكوفيرت. هاد لوبسيرفاسيون ديكوفيرت كتكون افون لا ليكتور كتكون قبل القراءة تري بيان، ثم بوندون لا ليكتور، ثم دوزيام سيونس كتكون فيها كومبرونسيون فقط يعني بوندون لا ليكتور اثناء القراءة تري بيان. هنا غادي نشوفوا لي زاكتيفيتي دو لونسينون يعني أنشطة المدرس من خلال المرحلة الأولى اللي هي observation découverte ولكن avant la lecture قبل القراءة. هنا هادشي حفظوه يعني غتعملوا لي كوبي كولي. هنا يعني l'enseignant demande aux élèves d'observer le texte et l'image qui l'accompagne. يعني هنا المدرس كيطلب من التلاميذ باش يلاحظوا باش يقراو باش يلاحظوا التكست ويشوفوا ليماج اللي كاينه في التكست باش يفهموه. دوزيام اوبجيكتيف لونسينو بوز كيلكو كيستيون يعني كيلكو كيستيون بور سو رابروشي دو تكست تري بيان. دو تروازيام هنا كطرح اسئله، هنا تروا كيستيون افون لا ليكتور ضروري طرح تروا كيستيون. تروا كيستيون عقل عليهم كوبي كولي كيما هما ديرهم يعني كيل اي لو تيتر دو تيكس كيل اي لو تيتر دو تيكس دو كوا بارل لو تيكس كيل اي لو تيب دو تيكس. هاد تروا كيستيون عقل عليهم وغتكتبهم كيما هما ان شاء الله. غنشوفو لاكتيفيتي دو ليليف يعني انشطة المتعلم. يعني اول حاجة اوبسيرف لو تيكس اي ليماج. هنا فاش قال لي المدرس كي خاصك تشوف يعني اوبسيرفي لو تيكست اي ليماج، هنا المتعلم كي خاصو يشوف التكست و ليماج يعني اوبسيرف لو تيكست اي ليماج اي ريبوند او كيستيون ويجاوب على الاسئله اللي قالها هنا المدرس. هاد الثلاث الاسئله هادي كي لو تيتر دو تيكست شنو هو عنوان النص، دو كوا بار لو تيكست يعني شكون اللي كيتكلم في النص، كي لو تيب دو تيكست يعني شنو هو نوع النص تري بيان. وهنا كما كتعرفوا لو موداليتي يعني نوع العمل او شكل العمل، هنا ترافاي كوليكتيف يعني شكل جماعي في هذه المرحله هذه تري بيان. دابا غنشوفوا يعني بوندون لا ليكتور يعني بوندون لا ليكتور اثناء القراءه. هنا انشطه المدرس لونسينو يعني لونسينو دوموند او زيليف دولير لو تيكس اون سيلونس يعني هنا المدرس كيطلب من المتعلمين باش يقراو النص واحد القراءه تكون صامته باش يجاوبوا على الاسئله يعني بور ريبوند او كيستيون تري بيان. هاد الاسئله هادو الثلاثه حتى هما عقلوا عليهم وراه ممكن تعملوهم كما هما يعني كوبي كولي. كومبيا دو باراغراف دو تيكست يعني كم من فقره يتكون النص. كيل سون لي كاركتير دو تيكست كيل سون لي كاركتير دو تيكست تري بيان. ترويزيام كيستيون كيل لوتور دو تيكست كي لوتور دو تيكست تري بيان. كلشي باين وكلشي مفهوم. نتمنى ان شاء الله غير تكونوا فهمتوا وهادشي ما غتفهموه حتى تعاودوه يعني تبقاو تعاودوه بزاف ونقلوه عندكم. كون وعدكم ان شاء الله هادشي راه غتلقاو في الامتحان كما هو. هنا غنشوفوا لاكتيفيتي دو ليليف يعني انشطة المتعلم يعني لي سيلونسيوزمون يعني المدرس كيقرا واحد القراءة يعني صامتة اي ريبوند او كيستيون باش يجاوب على تروا كيستيون هادي ديال بوندون لا ليكتور في ايتاب كومبرونسيون دي كوفيرت تري بيان. وهنايا كما كتشوفوا لو موداليتي هنايا ترافاي انديفيديوال يعني شكل العمل كيفاش عمل فردي تري بيان. دابا غندوزو لدوزيام سيونس. دوزيام سيونس يعني كومبرونسيون يعني الفهم يعني بوندون لا ليكتور اثناء القراءه تري بيان. يعني اول اكتيفيتي بالنسبه للمدرس لونسينو لي لو تيكس يعني المدرس كيقرا تيكس كيقرا النص دون مانيير اكسبوزيف تري بيان. لونسينو دوموند او زيليف دو لير لو تيكس بوي ريبوند ا دي كيستيون دو كومبرونسيون. يعني هنا دوزيام اوبجيكتيف يعني المدرس كيطلب من المتعلمين قراءه النص من بعد كي يجاوب كيقول لهم جاوبوا على الاسئله ديال الفهم يعني يتم استخراج اسئله من النص. هذه الاسئله ديال الفهم كما هادو ولكن على حسب النص اللي عطاوك هما في الديداكتيك
راه كتستخرج دوك 3 أسئلة أو 4 أسئلة من خلال النص المعطى في الورقة. يعني كير إلي دي برانسيبال دو تيكس إكزومبل. طري بيان هنايا أنشطة المتعلم في هذه المرحلة هذه يعني إيكوت لو تيكس، يعني كيسمع النص، ريبوند إي أو كيستيون، يعني كيجاوب على دوك الأسئلة اللي تم استخراج من النص. وهنا نوع العمل يعني ترافاي انديفيديو، يعني كيكون شكل العمل شكل فردي. طري بيان وغادي نشوفوا دابا تاني حاجة اللي هي مهمة بزاف اللي هي الصعوبات. كما كتعرفوا لي كوليكتي ديفيكولتي، يعني الصعوبات كي راه كيتحطوا عليهم واحد دو بوا يعني ولا تروا بوا، ما خاصكمش تخلوهم يمشوا هيداك، خاصكم ان شاء الله يعني تضبطوا هذا الشيء اللي كاين في لي صعوبات لي ديفيكولتي. يعني كي سون لي ديفيكولتي، ما هي الصعوبات؟ صعوبات بالنسبة للنص، يعني بالنسبة هنا لا ليكتور، عقلوا عليهم بالنسبة لا ليكتور كاينين 3 ديال ديفيكولتي، يعني 3 الصعوبات كاينه فينود، كاينه فونيتيك، كاينه سينتاكسيك، كاينه ليكسيكال. يعني 3 ديال ديفيكولتي. اول صعوبه او بروميير ديفيكولتي اللي هي فونيتيك، هاد المرحله هادي، هاد الصعوبه هادي، يعني ديفيكولتي ا برونونسي سيغتان مو دو تيكس. عقلوا عليهم، لقى لك زعما يعطيني كل صعوبه فين كتكون، هايا difficulty à prononcer certains mots de texte من خلال بعض الكلمات من النص. يعني الصعوبة الثانية syntaxic، يعني difficulty à comprendre le sujet de texte، يعني صعوبة في فهم موضوع النص. هنا يا صعوبة نطق كلمات معينة من النص، هنا صعوبة في فهم موضوع النص، وهنا lexical la difficulty de connaître يعني لو سون دو سيغتان مو دو تيكس، يعني هنا الصعوبة معرفة معنى بعض كلمات النص. طري بيان يعني هاد 3 الصعوبات اللي كاينين عقلوا عليهم وحفظوهم باش ان شاء الله تجاوبوا بكل سهولة في الامتحان، ما تلقاوش شي صعوبة. هنا قال لك ريمدياسيون دي ديفيكولتي، يعني كيفاش نعالجوا دوك الصعوبات ديال لا ليكتور، هاد الصعوبات اللي ذكرنا كيفاش كتتم المعالجة ديالهم المتعلمين باش ما يبقاوش كيعانوا من هاد الصعوبات. اول حاجه لونسينو غولي لو تيكس دو مانيير تيبيك، يعني خاص المدرس او المعلم يقوم باعاده قراءه النص بواحد الطريقه اللي تكون طريقه نموذجيه. طري بيان يعني دوزيام ريمدياسيون لونسينو دون او لي او زيليف لوكازيون دو لير لو تيكس بوي اكسبليك لو مو ديفيسيل. قال لك يعني هنا المتعلم كيمنح المتعلمين الفرصة لقراءة النص ثم كيشرح لهم الكلمات الصعبة. طريبيا يعني تروازيام روميدياسيون لونسينو بوز دي كيستيون سور لو سيجي دو تيكس، يعني المدرس كيسأل أسئلة حول النص بالنسبة للمتعلمين باش يحاول يشوفهم واش باقي كيعانوا من ديك لو ديفيكولتي ولا لا، يعني الصعوبات واش تفادوها ولا لا. طري بيان نتوما اللي كيهمكم يعني تعقلوا على داك الشيء كما هو وتعقلوا على الصعوبات وكل صعوبه واش كتطلع. طري بيان دابا غنشوفوا يعني الصعوبات بالنسبه للقواعد، يعني الكونجيزون، لا غرامير، لورتوغراف، ليكسيك اكسيتيرا. يعني اول صعوبه يعني ديفيكولتي ا ديتيرميني لو سوجي دو لو دو لا لوسون دو ريغل، يعني صعوبة تحديد موضوع درس القواعد. difficulty à déterminer le sujet de la leçon de règles، يعني صعوبة تحديد موضوع درس القواعد. يعني الصعوبة الثانية le problème de compréhension des exemples fournis par le professeur، يعني مشكلة في فهم الأمثلة التي يقدمها المعلم أو المدرس. الصعوبة الثالثة difficulté à comprendre une partie des règles de la leçon، يعني صعوبة فهم بعض قواعد الدرس. طيب هادو هما 3 الصعوبات يعني الممكنة في درس القواعد، يعني conjugaison، grammaire، l'orthographe. ما عليكم هو تكتبهم في ورقة وتحفظهم. كيفاش نعالجو هاد الصعوبات بالنسبة للقواعد؟ remédiation des difficultés، les difficultés. يعني اول رومدياسيون كاين دوني
يعني دي زيكزومبل سوبليمونتير تيل كو، يعني اعطاء امثله اضافيه مثل هاد الشيء هذا. ترانسفورمي دي فراز سويفون، يعني حول الجمل التاليه. يعني هادو هما الاسئله مثلا اللي تقول للمتعلمين باش تحاول تعالج دوك الصعوبات اللي كيعانوا منهم في درس القواعد. انا سوليني لا بون ريبونس، مثلا تقول لي يعني ضع سطر على الاجابه الصحيحه. يعني كومبلي لي فراز سويفون بار، يعني اكمل الجمل التاليه من خلال وتعطيه. يعني كونجيغي لي فيرب، يعني صرف الافعال. يعني ميتي اون لين انتر لو مو اي لو بون ريبونس، يعني ضع خط يعني بين الكلمه والاجابه الصحيحه. هادو من بين يعني الريميدياسيون اللي كي يعالجوا الصعوبات بالنسبه لعند المتعلمين. واخيرا غنشوفوا دابا بعض انشطه التتبع خلال معالجه الصعوبات. يعني فاش كتكون كتعالج الصعوبات بالنسبه للمتعلمين، سواء في لا ليكتور او سواء في لا غرامير او الكونجيغيزون او لورتوغراف، يعني كتقوم بهاد الانشطه هادو اللي هما كتعمل انفيتي لي زيليف ا ايدونتيفي لور ديفيكولتي دون لو لوسون، يعني دعوه المتعلمين للتعرف على صعوباتهم في الدرس من خلال طرح أسئلة تكون أسئلة متعلقة بالدرس. جو رابيل او زيليف لا ريغل دو لا روسون، يعني أذكر التلاميذ بقاعدة الدرس. فير لي زاكتيفيتي نيسوسير بور فير فاس او ديفيكولتي، يعني القيام بالأنشطة اللازمة لمواجهة الصعوبات. ثم يعني سابي سور دي زاكتيفيتي سامبل بور اكسبليكي لا لوسون، يعني الاعتماد على الأنشطة البسيطة لشرح الدرس. ثم observe les élèves et aider les à compléter les exercices، يعني مراقبة التلاميذ ومساعدتهم على إكمال التمارين. ثم faire une correction collective avec les élèves pour les activités، يعني إجراء تصحيح جماعي مع التلاميذ للأنشطة. ثم اخيرا je fais une évaluation finale pour voir dans quelle mesure les apprenants peuvent comprendre la leçon et surmonter les difficultés، يعني اقوم باجراء تقييم نهائي لمعرفه مدى قدره المتعلمين على فهم الدرس والتغلب على الصعوبه. اذا هذا الشيء هو اللي كيتعلق بديداكتيك اللغه الفرنسيه، وكونوا متاكدين هذا الفيديو راه غتلقوا فيه اكثر من 12 نقطه واكثر من 15 نقطه، يعني واجده موجوده، غدير لها غير كوبي كولي فقط. يعني انت كنت ذكي وتتعامل مع الفيديو بزاف مزيان، باش ان شاء الله في الاخير غتستغل النقط كاملين وما تضيع حتى شي نقطه. وكنت متاكد راني جبت لك فيديو اللي هو مهم جدا وغادي يفيدك، وعطيه وقتك، ما تقولش الفيديو طويل. انا بغيت نعمل الفيديو يكون يعني كامل مكمول، ما بغيتش نعمل لا ليكتور بحدها ونعمل الكرامير بحدو، باش تشوفوا التناسق. راه كاين واحد التناسق، واحد الترابط ما بين المكونات باربعه او بخمسه. اذا انت كنت كي وفرق ما بيناتهم، والله يوفق ان شاء الله. وتسنوني في فيديوهات ماجيه ان شاء الله خاصه بديداكتيك، يعني المواد من خلال امتحانات سابقه.